دشنت اليوم سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو مركزا لألعاب الأطفال بهاي فرشة بالدائرة الأولى، والذي يحتوي على عدد من الأجنحة، وذلك بتمويل شخصي من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، بلغ 63 مليون من الفرنكات الإفريقية. المناسبة كانت بحضور عمدة الدائرة الأولى محمد إبراهيم الصيام وسكان الدائرة الأولى. تقرير عيشة خليل بلا. عقب إتمام مركز الألعاب بحي فرشة بالدائرة الأولى، تجول اليوم مناسبة افتتاحه رسميا، حيث قامت هذا الصباح سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بتدشين المركز الترفيهي للأطفال الذي يعتبر هدية من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لأطفال حي فرشة ولجميع أطفال العاصمة إنجمينة بل ولجميع أطفال إيكاد. المناسبة جرت بمقر المركز الجديد بحضور وزيرة المرأة والتضامن الوطني والطفولة وأمينة الدولة بوزارة البنية التحتية وعمدة الدائرة الأولى وعدد من المسؤولين وسكان حي فرشة. في بداية الحفل قدمت أناشيد من قبل تلميذات حارة فرشة. وبعدها تحدث عمدة الدائرة الأولى محمد إبراهيم صيام، الذي قال بأن جميع سكان فرشة وخاصة الأطفال يتقدمون بشكرهم لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي قام ببناء هذا المركز والذي سيدخل البهجة والفرحة في قلوب أطفال الدائرة الأولى. ومن ثم تحدث العمدة مؤكدا بأن هذا الإنجاز ليس الأول الذي يقوم به رئيس الجمهورية في الدائرة الأولى، وإنما هناك إنجازات عديدة، وهذا الإنجاز الذي يعتبر جزء من وعوده. وفي كلمة المهندس أمباي ناكري من شركة ساكوز تير التي قامت ببناء هذا المركز، قال بأن مساحة هذا المركز تقدر ب 260 متر مربع، ويضم المركز صالة كبيرة للألعاب وغرفة للألعاب الكهربائية وواحد مقهى إنترنت ومطعم ومكاتب إدارية وخزان مياه. مدير المركز السيد إدريس آدم تناول ناسية الحديث قائلا: والله شعوري شعور كل مواطن في فريم أرامدسوما، وأننا فرحانين شديد، فرحانين فرح الماء يقوم، وعندنا برما في برما رمضسوما شغل كبلاي بيالنا، ويال ذاته كمن زمان أننا ما ليبنا مثل ما سيدة أولى قالت ولا أباتنا ليبو، وبرما رمضسوما زمان كان بيسي مؤسكرات للجيش وكي، لكن اليوم بقت تسي مؤسسة ترفيهية للأبنائنا، ده شيء كبير. تعرفوا كان طفل سخير فرحت الأم كله فرحت، وكم أم فرحت الأب كله يفرح، وكم أب فرح مجتمع كله فرح. وأخيرا عقب مناسبة الافتتاح الرسمي من قبل سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، قدمت كلمة إضافية بهذه المناسبة: مكان ده ما هدية، أنا بريمير رندوسيما، لكن لإيالنا كله ده هدية هنا، ونطلب منكم أنتم سكان أنا بريمير رندوسيما عشان ده سيد الرئيس أنتاك وأنت لإيالكم، أنتوا تقوموا بكامل أهميتكم وتحفظوا، لكن جيسيون هكذا خلي بقى جيسيون سامي قرص البارك ده بداخل ده، بس تقدروا ترينوفي فوق البارك ده، تقدروا تكافوا فوق الناس اللي بخدموا، وتقدروا زي ما قالها هسا مسيو لومير قال إن ده مانكمان، تقدروا أنتوا بس توفوا فوق شغل المقصر ده، تزودوا لو كان بكان ده كله تسووا أخضر. عقب ذلك قامت السيدة الأولى هند ديبي إتنو بقطع شريط الدخول، وتفقدت بعدها المركز وما بداخله. و
ونذكر بأن القيمة المالية لبناء هذا المركز بلغت 1,063,000,000 فرنك سيفا، وذلك بتمويل شخصي من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو لصالح أطفال البلاد. بمناسبة تدشين المركز، ألقت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو كلمة أشارت فيها إلى أهمية المركز في تنمية أذهان ومواهب الأطفال. نستمع إليها في ميكروفون الزميلة عائشة خليل بلال. فكان ده ما هدية أنا بريمير أندوسما، لكن لإيالنا كله ده هدية هنا. ونطلب منكم أنتم سكان أنا بريمير أندوسما عشان ده سيد الرئيس أنتاك وأنت لإيالكم. أنتوا تقوموا بكامل أهميتكم وتحفظوا، لكن جيسيون هكذا خلي بقى جيسيون سامي قرص البارك ده بداخل ده، بس تقدروا ترينوفي فوق البارك ده، تقدروا تكفوا فوق الناس اللي بخدموا، وتقدروا زي ما قالها هسه مسيو لومير قال إن ده مانكمان، تقدروا أنتوا بس توفوا فوق شغل المقصر ده، تزودوا لو كان بكان ده كله تسووا أخضر، وده بكان ده بكان هنا اللي أنا براساج هنا إيال. أنا زمان ما لقينا بكان لابنه، وأبهاتنا كان ما لقوا المرة واحد، لكن اليوم بكان بارك هني فكينا بارك في شغوة وفي كندل كله يا إن بيرسون بريفي فقط بارك مرابس. دونك نطلب من ناسنا أخواتنا وأخواتنا ناسنا بريفي هم كل يقدروا يفكوا بارك، لأن بارك ده كان فكيته للإيال كله، فكيته للجيل. اليوم إيال كان جو وليب وسوى السخير ما يعرفه ده خبيلت شنو ده نفر شنو ده دينا شنو ده ما نعرفه. إيال ده كان جو بكان ده بلومه وبكان ده بسيئ من باكر بكون تشادين، لأن اليوم أنينا تآيش حقنا أنينا الكبار ده بخوف بيجي أي نادم بخبيلته، أي نادم بنفر، أي نادم بقارة. كان إيال ده ما لم ينام وما ليب وسوى عن باكر ما نلقو جيل أدي لتشات. دونك نطلب من رسponsable أنا بارك ده ريسبونسابل انا بارك ده يفكوا بيبانهم لاي سخير، اي سخير يسوي لهم تيكي دانتري، اي سخير يجي هنا يلعب يلقى اخوانه ياكل معاهم يشرب معاهم يقسموا الاندوم ويفوتوا يخلوا ان بون ايماج للدوله، لان ده كله ايالنا. وانينا كان قلنا نهم بمستقبل انا ايالنا ده كان نادم ما هميت بكان ايالك بلعبوا بكان ايالك بيقيلوا ده ما سويت شيء. دي دوليانس اخر انا امات الايال نقول للبريزيدان دي لا ريبوبليك اراندوسما الاخرين ده داكم مال مير دول قايدين هم كل دورو لون بارك مسيو البريزيدان ندورو بارك لي يالنا في اراندوسما كله 10 اراندوسما ننجمين علوم الحمد لله تشينين ليغا فضل لنا تماين فضل لنا ريجيون الاخرين كله كان واحد واحد بالريجيون كله بكون سامي